اليوم تيتزوج معنا الاخ الوطني سي هشام دقيق، هشام دقيق اللي تم اختيار ديالو المره الثانيه التوالي في النسخه الرابعه ديال نجوم مدينه قنيطره، وتختار كشخصيه رياضيه. سي هشام، حفل الاختتام ديال السنه كشخصيه رياضيه المره الثانيه التوالي، شنو ممكن تقول لنا؟ فبالفعل هذه البادره ديال نجوم القنيطره يعني صراحه بادره ممتازه بالكفاءات وبالطاقات وبالمواهب، وللاسف ما تلتفت لهم حد، ولكن الحمد لله هذه السنه الرابعه كنتوج في الحفل ديالكم. السنه الاولى والسنه الثانيه كنت خديت احسن مدرب، والان تناخذ الشخصيه الرياضيه. صراحه تنشكركم على هذه الالتفاته هذه، وهي في يعني تكليف وتشريف في نفس الوقت، ونتمنى اننا نكونوا عند حسن الظن للجمهور الوطني اللي متبعنا، ولا الجمهور القنيطري الشغوف بلعبة كرة القدم داخل القاعة اللي حققت مؤخرا إنجازات كثيرة، ومدينة لمدينة القنيطرة بالشباب اللي ساهموا معنا في هذا التتويج القاري، وكذلك المردود الطيب اللي داروا في كأس العالم اللي في نسختها السابقة في كولومبيا. الرياضة في مدينة القنيطرة تراجعت بواحد الشكل كبير، والملاحظ هو ان كانت كرة القدم هي القاطرة، دابا تنشوفوا كرة القدم الصغيرة هي القاطرة، اعتبر العديد من الاندية هذه السنة هذه كأس العرش نادي المدينة الاولياء، السنة الماضية فريق دينامو تيتوج كنتوج. شنو سي هشام الاسباب اللي جعلت الرياضة في المدينة ما تطرقاش داك الشيء اللي تطمح ليه الجمهور القنيطري ولا الساكنة ديال مدينة القنيطرة؟ فبالفعل يعني كرة القدم داخل القاعة هي الأساس ديال الرياضة في مدينة القنيطرة، وقنيطرة كتبقى قاطرة ديال هذا النوع الرياضي في المغرب كامل، والحمد لله احنا فرحانين بها ان تكون عندنا بعد على الاقل واحد الرياضة اللي البلاد كاملة تشهد ان مدينة القنيطرة كتبقى رائدة في هذه اللعبة هذه. وكما اشرتي ليه ان المدينة العليا لعبوا لا فينال، دينامو توج جوج مرات بالبطولة وخدا الكأس. كنظن انه تراجع شويه ديال كره القدم راجع لعده اسباب اللي تعرفها الجميع. اولا يعني عدم الاهتمام بكره القدم عامه، ثم النقص في الدعم المادي، وخصوصا انا بالنسبه لي هو انقراض ديال الملاعب. انقراض ديال الملاعب خلات الناس كتمشي لزيسباس صغير، التيرانات الصغار، الميني فوت، كانوا واحد القاعات موجودين في الحمد لله في مدينه قنيطره كاين خمسه ديال القاعات، بالاضافه للملاعب القرب، فاللاعب تيمشي ما تيلقاش اللي اثروا تيدخل لهذيك الرياضه، والحمد لله انه لقى بطوله منظمه من طرف الجامعه وكتخدم على واحد المستوى يعني كان محترم احترافي، والحمد لله وصلت بهذه المجهودات اللي داروها الرياضيين القنيطريين وصلت المنتخب الوطني للعالميه. ولكن ما نساوش المجهودات ديال المدن الاخرى مثل طنجه وسطات وخريبكا واكادير، يعني كاينه في المغرب، ولكن كتبقى قنيطره هي كانت سباقه لهذا النوع الرياضي من الكره. المنتخب الوطني المغربي في كأس أمم إفريقيا تقام إن شاء الله في المغرب، والسي هشام بعد ما منح المنتخب أول لقب قاري يمكن إن شاء الله يضيف المغاربة ويفرح قنيطريين بواحد اللقب. فهذا دابا ولا من المفروض علينا أننا نلعبوا على اللقب. أنا ما تنقولش أنني غادي نربحوا هذيك لاكوب، ولكن تنوعدوا الجمهور أننا غنلعبوا على لاكوب. وهذه ديجا الا جيتي تخمم فيها بزاف انه ولا عندنا منتخب ولا تيقول غنلعب على اللقب غننافس، ما كنا شحال هذه تنقولوا غنشارك وغنحاولوا نتاهلوا، دابا السقف ديال الطموحات تعلى بزاف، ولينا تنقولوا اننا غنلعبوا على اللاكوب، ولكن تتبقى الكومبيتيسيون راك عارف يعني منافسه تقدر نجيبوها نقدر ما نجيبوهاش. لو بلوز امبورطون اننا خصنا نمشيو لاكوب دي موند المره الثالثه على التوالي، هذه هي يعني الهدف الاسمى، لان باش غتكون تاريخيه الا استطعنا نمشيو لاكوب دي موند ثلاثه المرات متابعين، ولا جا اللقب ان شاء الله في مدينه العيون الغاليه علينا، فغادي تكون فرحه كبيره، وحنا دايرين كل ما في جهدنا باش نكونوا في الموعد ونفرحوا كما قلتي الجمهور المغربي عامه وجمهور كرة القدم داخل القاعة خاصة. سي هشام، كاين مجموعة من الإنجازات باش خلات يمكن تحصل على هاد الشخصية الرياضية، شنو هي؟
بالفعل هذه السنة هذه بالنسبة لي كانت مهمة بزاف من ناحية الإنجازات، لأننا أهم كاع من اللقب اللي اديناه على الصعيد الإفريقي، لأن هذه السنة رفعنا سقف الطموح ديالنا ورفعنا قيمة المنافسين ديالنا، فما بقيناش كنجتهدوا على الصعيد القاري. وهذه السنة لأول مرة لعبنا مع بطل أوروبا البرتغال في وسط البرتغال، ودرنا معاهم جوج جوج، يعني تعادل اصابتين في كل شبكه. وبالنسبه لنا احنا اللي عارفين على المستوى التقني كان انجاز كبير، كان انجاز كبير، كانت القاعه عامره، كان جمهور كبير، وقدمنا واحد العرض كبير، ومن داك وكان سبب ان اللاعبين ديالنا خرجوا للاحتراف. دابا الحمد لله عندنا ثلاثه اللاعبين اللي احترفوا من المنتخب الوطني، ولاحظتي انه فاش كان عندنا المنتخب الوطني المغربي شحال هذه كان مزيان، كانوا اللعابه تيحترفوا منه في كره القدم. وحنا الحمد لله حنا غاديين على الخطى، هذه الظاهره هذه هي بدات عندنا في ميني فوت، ان من المنتخب كيحترفوا واحترفوا لنا لاعبين وحنا فرحانين. ثانيا مشينا مؤخرا الدوري في الصين، ولعبنا مع فرق عالميه، رومانيا اللي من العشره الاوائل، لعبنا مع الصين، لعبنا مع المكسيك، الصين بلد المنظم فزنا عليهم ب 6-4، ربحنا المكسيك، وهذه اول مره كنتفوقوا على فرق غير القاره الافريقيه. فهذه انجازات كبيره اللي بالنسبه لنا حصدناها، وغتكون دافع باش ان شاء الله نحافظوا على اللقب ديالنا قاريا، وان شاء الله تكون المشاركه ديالنا في كاس العالم الثالثه الى سهل ربي هي احسن مشاركه عبر التاريخ ديالنا. سي هشام، طرحت مجموعه ديال الاسئله، يمكن تجاوب سؤال سؤالين او اكثر. اجاكس كونيتال، يعني قاطره ديال الفوتسال في المغرب كانت. هشام دقيق، كون ما كانش مدرب شنو كان يكون؟ مدرب. النادي القنيطري، فريق الأم. النهضة القنيطرية، فريق عريق. القنيطرة، كل شيء بالنسبة لي.